إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة انتقل إلى رحمة الله تعالى الرائد المذيع الكبير جدا عباس حميد والمراسل الشجاع علي مطير جراء إصابتهم بفيروس كورونا في بغداد. طبعا ربنا يرحمهم ويغفر لهم. هندخل في تفصيل الخبر. ما ننساش نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تنسوش تدعموني بلايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد. مضاعفات كورونا تخطف مذيع رائد ومراسل بارز في الأوساط الإعلامية. رحل المذيع الرائد عباس حميد والمراسل الشجاع علي مطر جراء إصابتهم بفيروس كورونا ببغداد. طبعا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مسواهم الجنة. طبعا المذيع الرائد عباس حميد كان من أكبر المراسلين في قناة الاتجاه، وعلي مطير الحصر على جائزة الشجاعة الصحفية. طبعا حميد ومطير أصيب بفيروس كورونا اللعين مما أدى إلى مضاعفات تسببت في وفاتهم، ودي كانت فجعة لإخواتنا العراقيين. الرائد عباس حميد من أكفأ مذيعين الأخبار في التلفزيون العراقي من الثمانينات. طبعا ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنة ويصبر أهلهم وزويهم على فراقهم. لو وصلت معايا لحد هنا ياريت لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.